في الفيديو النهاردة هنتعلم ازاي تقول لأ للناس وآه لنفسك. ازيك يا شباب؟ عاملين يا رب كله بخير. لو اول مره تشوفني اركان معايا بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول. بذمتك الانترو حلوه ولا لا؟ قبل اي حاجه شكرا للدعم الخرافي اللي بيحصل على القناه بتاعت اليوتيوب. احنا وصلنا 600 سبسكرايب، ومش عارف كمان عمال ما انزل الفيديو ده هيبقى كام سبسكرايب، بس شكرا على الدعم الخرافي اللي بيحصل هناك. في هناك عظمه بتحصل، فلو انت عملت سبسكرايب او اتفرجت على اي فيديو او عملت لايك على اي فيديو فانت من العظماء دول، شكرا جدا. انا عارف مقدمه طويله شويه، بس ما كانش لازم ابدا الفيديو غير لما اشكركم. كم مره كنت تعبان وكنت نفسك تنام ولقيت صحابك بيتصلوا بيك بيقولوا لك يلا عشان احنا ننزل نقعد مع بعضينا، فتقول لهم طيب ماشي وتاجل النومه دي لوقت تاني او لما تيجي ترجع؟ او كم مرة مثلا كان عليك مذاكرة كتيرة وعايز تذاكر وصحابك مثلا او صاحبك مثلا مهم اتصل بيك عشان يحكي لك على موقف معين حصل مع البنت بتاعته او موقف معين عموما حصلت له وعايز يحكيها لك، فانت ترد عليه وتبدا تتكلم بالساعتين والثلاثة وتأجل المذاكرة بتاعتك؟ او مثلا والدتك عايزاك في مشوار مهم وصاحبك يكلمك يقول لك انا رايح مشوار تعالى معايا، فتأجل المشوار المهم ده مع والدتك عشان تروح مع صاحبك. انا عارف ان انت تقول لي اه انا لازم اعمل كده عشان اخدوم وعشان بحب اصحابي وعشان اجتماعي والكلام ده كله، بس ما فكرتش لثانية اللي انت بتقول اه للناس اللي حواليك ليك واصحابك وبتقول لا لنفسك؟ ما فكرتش في ثانيه ان الاه اللي انت بتقولها لاصحابك دي قصادها لا لنفسك؟ اذا كان نومه انت عايز تنامها عشان انت تعبان، او اذا كان مشوار مهم انت ووالدتك، او اذا اصلا مذاكره انت عايز تذاكرها. حتى الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده دلوقتي انت قلت لا لنفسك لحاجه معينه او لنوم انت كنت عايز تنام او مذاكره، فانت وقفت الحاجه اللي انت كنت عايز تعملها دي او اللي انت المفروض هتعملها عشان تتفرج على الفيديو. فخدها كده قاعده كده في حياتك، اي حاجه تقول عليها اه فهي بتساوي لا لنفسك. مش معنى كده ان انا بقول لك تقول لا للناس وبقى ما تعملش اي خدمه لاي حد وما مش اجتماعي وتبقى انطوائي كده مع نفسك، لا، بس على الاقل المفروض تحسبها. المفروض تحسب انت امتى تقول اه للناس وامتى تقول اه لنفسك. اتعلم ازاي تكون متوازن مع نفسك وازاي تدي لنفسك حقها في اي حاجه هي تطلبها. عندك امتحان بعد بكره، ما ذاكرتش اي حاجه، واحد صاحبك كلمك عشان تتقابله او عشان تروح مشوار، سهل جدا انك تقول له لا عشان عندي امتحان وانا ما ذاكرتش. ليه تزنق نفسك لاخر يوم؟ ليه تقول له اه وتيجي على حساب نفسك انت؟ وخد بقى على كده امثله كتير جدا لو انت فكرت فيها هتلاقي ان انت فعلا قلت اه للناس ولا لنفسك. ما حدش هينفعك وانت في الامتحان ومش في الاجابه علشان المفروض كنت تذاكر ونزلت مع صاحبك، ومحدش هينفعك لما تكون تعبان وجسمك كله المفروض عايز ينام وانت قلت لا عشان تنزل برده مع صاحبك عشان تروح مشوار او عشان تعمل اي حاجه لاي حد. وقول لا بتاعتك دي بكل احترام، يعني مش لازم تشخط بقى ولا انا مش هنزل معاك ولا انا مش هعمل كذا ولا انا المفروض ورايا كذا، لا هي مش كده، هي المفروض بكل ذوق احترام، لا انا اسف والله عشان عندي مثلا حاجه معينه المفروض هعملها، لا انا اسف والله عشان عندي امتحان ما ذاكرتلوش خالص، وهو يقدر حاجه زي ده. ولو هو ما قدرش حاجه زي ده او اللي طلب منك الطلب ده ما قدرش اللي انت عندك او الظروف اللي عندك او التعب اللي انت فيه، يبقى ده كده اناني، وده المفروض نعمل له فيديو لوحده عن الناس الانانيه وازاي تتعامل معاهم. الناس الانانيه وازاي تتعامل معاهم هنبقى نعمل فيديو عن الحوار ده. حاول دايما تفكر في نفسك وفي الحاجات اللي انت المفروض محتاجها قبل ما تفكر في الناس. تدي لنفسك حقها، نفسك دي عليها حق عليك اصلا وهتتحاسب عليها يوم القيامه، فلازم تديها حقها كويس جدا وبعد كده تشوف الناس عايزه ايه. فتعلم دايما تقول اه لنفسك وما تقولش لا. بس كده هو فيديو النهارده صغير، بس حسيت ان الموضوع مهم فلازم اعمل عليه فيديو. ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتبان دي هنا كده كلها عشان يظهر لك اي ابديت في حياتي او اي حاجه عن الفيديوهات اللي انا المفروض اعملها او الصور والحاجات دي. وكالعاده زي ما عودتكم دايما دوس كوتش. سلام عليكم. We'll be right back.